نشرة أخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، أبدأها معكم بأبرز العناوين. انتهاء اليوم الثالث من المشاورات اليمنية في الرياض، والمشاركون يناقشون التحديات التي تواجه المحاور الستة. القوات المشتركة تقول إن ميليشيات الحوثي ارتكبت أكثر من 40 خرقا للهدنة الأممية في الساحل الغربي. وهلال الإمارات يواصل توزيع مئات الأطنان من المير الرمضاني على الشعب اليمني. أهلا بكم. انتهى في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثالث من المشاورات اليمنية، وبحث جلسات اليوم المرحلة الثانية المعنية بتحديد التحديات التي تواجه مختلف المحاور، وهي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والتنموي والمحور الأمني ومكافحة الإرهاب والمحور الإغاثي والإنساني والمحور الاجتماعي والمحور الإعلامي. استقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في الرياض رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي الشيخ أحمد صالح العيسي في لقاء ودي في إطار جهود فريق الحوار الجنوبي الخارجي لجمع الكلمة وتوحيد الصف الجنوبي. أكد الزبيدي أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي حريصة كل الحرص على توحيد الصفوف وإزالة التباينات وجمع الشعب الجنوبي بمختلف أطيافه حول طاولة واحدة، إضافة إلى تفويت الفرصة على القوى المتربصة بالجنوب والتي تسعى بكل السبل لتمزيق نسيجها المجتمعي للقضاء على مشروعه الوطني. أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن المشاورات اليمنية التي تعقد برعاية مجلس التعاون الخليجي بالرياض نجحت في جمع المكونات والقيادات اليمنية المختلفة سعيا لتحقيق السلام والأمن في اليمن. وقال الجابر في تغريدة على تويتر إن المشاورات منحت المكونات والقيادات اليمنية فرصة للمراجعة والتقارب لرسم خارطة طريق يمنية تنقل اليمن من الحرب والدمار إلى السلام والتنمية. يعلق الشارع اليمني أملا كبيرة على المشاورات اليمنية في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة. مراسلنا في المكلا يرصد لنا تطلعات الشارع الحضرمي للمشاورات في التقرير التالي. بعد 7 سنوات عجاف فرضتها الحرب، آمال عريضة يعلقها الشارع على المشاورات اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. نتمنى أن تسفر هذه المفاوضات إلى حل كامل لوقف إطلاق النار، وأيضا إلى حل جميع الملفات المطروحة في المشاورات، الملف الأمني والملف العسكري والملف الإنساني. جميع هذه الملفات تمثل طوق نجاة لليمنيين في الحقيقة. ما يميز هذه المشاورات هو مشاركة جميع المكونات والأطراف اليمنية، وهذا يثبت أن الجميع عازمون على إنهاء الحرب في البلاد. المشاورات التي تستمر على مدار أسبوع تشكل بارقة أمل في إحلال السلام وإعادة الاستقرار الأمني والخدمات في مختلف المحافظات، يرهن بعضهم ذلك بالضمانات التي سيقدمها الأشقاء في التحالف العربي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. يجب أن تكون هناك ضمانات دولية لإنجاح هذه المشاورات أو ما يتفق عليه في هذه المشاورات، وأهم شيء في هذه المشاورات هو معاناة الشعب، لن يأتوا بشيء أكثر من ذلك. ولكن إن استطاعت هذه الحكومة الفاشلة أن توفر للشعب خدمات وأن توفر للشعب أسعار رخيصة، فهذا يعتبر إنجاز كبير لها وهو غير متوقع منها. تعثر تنفيذ اتفاق الرياض وإن كان بمثابة الهاجس المرتبط بالمخاوف من عدم نجاح المشاورات، إلا أن مشاركة الأطراف الموقعة عليه في هذه المشاورات يعكس جديتها في الوصول إلى تسوية تضمن الوصول إلى سلام دائم وشامل. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.
قالت القوات المشتركة في الساحل الغربي أن ميليشيات الحوثي خرقت الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بعد ساعات من بدء سريانها. وذكر الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 42 خرقة للهدنة في محوري البرح وحيس جنوبي محافظة الحديدة. بعد دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ بساعات، قامت ميليشيات الحوثي بخرقها هنا في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 42 خرقا للهدنة في محوري البرح وحيس جنوبي محافظة الحديدة. وأشارت القوات المشتركة في بيان إلى أن الخروقات المسجلة حتى الآن تنوعت بين استخدام 4 عمليات بالطيران المسير وثلاث أخرى بقذائف مدفعية الهاون، إلى جانب ارتكابها 36 خرقا باستخدام الأسلحة الرشاشة بمختلف أنواعها. وقال بيان القوات المشتركة إنه تم رصد تحركات مسلحة للميليشيات الحوثية قرب خطوط التماس في محور البرح في خرق متواصل للهدنة، مشيرا إلى استهدافها الأعيان المدنية شرقي مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة الرشاشة. بدوره قال المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي والضاح الدبيش إن الخروقات التي قامت بها ميليشيات الحوثي في الساعات الأولى منذ بدء سريان الهدنة ليست من باب الصدف أو أخطاء فردية ولحظية، إنما ناتجة عن سياساتها الأساسية المتركزة على التنصل والخيانة والمكر. يذكر أن مبادرة الهدنة الأممية نصت على إلزام الأطراف أن تكون مسؤولة عن إبلاغ القوات المنضوية تحتها بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية وتجميد المواقع العسكرية على الأرض. كشفت دراسة حديثة أن خطط الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأممية والدولية للاستجابة الإنسانية في اليمن على مدى السنوات الماضية فشلت في تحقيق تحسن ملموس في الوضع الإنساني المتدهور، رغم حصولها على موارد كبيرة لتغطية برامج الإغاثة الطارئة ومشاريع التنمية المستدامة. في تقرير لمركز صنعاء للدراسات أوضح فيه فشل الاستجابة الإنسانية الأممية الدولية في اليمن، وقالت الدراسة إن اليمن يمتلك أكبر استجابة إنسانية في العالم، حيث جمعت الأمم المتحدة أكثر من 17 مليار دولار أمريكي منذ العام 2015، غير أنها فشلت باستمرار في تقديم ما يجب أن تقدمه. وأوضحت الدراسة أن خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن لم تستند إلى تقييم للاحتياجات لتقديم المساعدات اللازمة وتنفيذ تدخلات مناسبة، حيث لم تنفذ أي تقييمات للاحتياجات بداية الاستجابة عام 2015، وبعد 5 سنوات منذ بدء الاستجابة لم يكن ممكنا استكمال 60% من جمع البيانات حتى خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 أقرت بعدم وجود بيانات شاملة على مستوى البلاد في اليمن. كما أكدت الدراسة أن اليمن تلقى حوالي 14% من الميزانية العالمية للمساعدات الإنسانية في السنوات الأخيرة، إلا أن عدم الرغبة المؤسسية في التغيير من موظفي العمليات والقيادة داخل الدولة والقادة على مستوى المقرات الرئيسية لوكالات الإغاثة أدى إلى عدم الكفاءة وعدم المرونة في نظام يقاوم أي جهد للدفع نحو استجابة أكثر انسيابية وفعالية. وأوصت الدراسة بإجراء تقييم تمثيلي على مستوى الدولة بأسرع ما يمكن لتكوين صورة دقيقة لاحتياجات الشعب اليمني وإشراك المجتمعات المحلية في تقييم الاحتياجات وتصميم البرامج، مع وقف التمويل وتقديم الدعم المادي سواء بشكل مباشر أو من خلال المساعدة الإنسانية لأطراف النزاع. توصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مئات الأطنان من المير الرمضاني على الشعب اليمني في عدد من المحافظات اليمنية، حيث يستفيد من البرنامج حوالي 7 ملايين شخص في محافظات شبوة وحضرموت وتعز والحديدة وجزيرة سقطرى. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مئات الأطنان من مواد المير الرمضاني في عدد من المحافظات اليمنية. برنامج المير الرمضاني وإفطار الصائم في اليمن، والذي يأتي بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يستفيد منه حوالي 7 ملايين شخص في محافظات شبوة وحضرموت وتعز والحديدة وجزيرة سقطرى. استلمنا المساعدات من الشيخ محمد بن زايد
جزاه الله ألف خير، والله يوفقه ويطول عمره ويرزقه. نشكر الشيخ محمد بن زايد على هذا العطاء السخي، وجزاه الله خير وطول الله عمره. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الإنسانية والتنموية التي تطلع بها دولة الإمارات لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وتلبية احتياجاته من المواد الغذائية الضرورية، نظرا لشحها وارتفاع أسعارها وعدم توفر السيولة المالية لشرائها لدى الأسر المتعففة والمحتاجة. هذه المكرمة الرمضانية التي جاءت في وقتها لهذه المنطقة اللي هي قصيعر وضواحيها، ونتمنى أن تتكرر هذه المكرمة باستمرار لسد حاجة عدد كبير من المحتاجين لهذه السلة الغذائية. العطاء الذي عطوه للشعب اليمني وللشعب الجنوبي خاصة ولكل جميع المسلمين في أنحاء المعمورة، إن شاء الله ربنا يغفر لهم يوم الشيخ زايد إن شاء الله بإذن الله. هذه المكرمة زي ما أشاروا عليها الأخوة مقدمة من الشيخ محمد بن زايد، شكرا جزيلا، وأطال الله في عمره ويجعله ذخر الخير وهو من أهل الخير. يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تطلع بدور إنساني كبير على الساحة اليمنية، وتتحرك فرقها الإغاثية في كل اتجاه خاصة في المحافظات التي تشتد بها وطأة المعاناة، وتنفذ عملياتها الإغاثية بناء على التقييم الميداني الذي تجريه تلك الفرق للوقوف على طبيعة الاحتياجات وتوفيرها على وجه السرعة. وفي كل عام تعزز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملياتها الإغاثية للمتأثرين، وتخصص مساعدات إضافية في رمضان لتوفير احتياجات الصائمين خلال الشهر الفضيل. النشرة مستمرة وتتابعنا فيها. محاصيل البطاطا تواجه صعوبة الوصول إلى الأسواق في محافظة مأرب. أهلا بكم من جديد. وصلت إلى ميناء الزيد في العاصمة عدن الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية البالغة 60,000 طن متري من مادة ديزل. دفعة المشتقات النفطية مقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء بالمحافظات المحررة. وستساهم المنحة بانخفاض الفاقد في الطاقة الكهربائية المنتجة بنسبة 20%. يواجه المزارعون في محافظة مأرب مشاكل عدة، منها كلفة أجور العمالة وعدم توفر الماكينة الزراعية، إضافة إلى صعوبة التسويق لإغلاق الطرق، مما فاقم الوضع في محافظة تغطي ما يقارب ثلث حاجة السوق المحلية من منتجات المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها. في محافظة مأرب حقول زراعية مليئة بمحاصيل البطاطا لا تجد أحيانا طريقها إلى السوق، ففي رحلة معقدة وطويلة قد تستغرق أيام يسلكها المزارعون في طرق جديدة فيها الكثير من المخاطر بسبب جرائم الميليشيات الحوثية من تفجير الجسور وإغلاق الطرق. تحولت مأرب في ظل الأوضاع التي تعيشها المحافظات بسبب انتهاكات الميليشيات الحوثية إلى مركز للمزارعين والمستثمرين القادمين من المحافظات الأخرى، نظرا إلى ما تتمتع به من خصوبة التربة والأراضي الزراعية الواسعة والمستوية وتوفر المشتقات النفطية التي تشغل مركبات الحرث والحصاد، بالإضافة إلى وفرة المياه فيها، على عكس الزراعة في المحافظات الواقعة في مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات التي تواجه صعوبات كثيرة كأزمة المشتقات بين الحين والآخر، فضلا عن ارتفاع أسعارها وانقطاع التيار الكهربائي فيها وشح المياه وغيرها من المعوقات. وتغطي مأرب ما يقارب ثلث حاجات السوق المحلية من منتجات المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها، وتصل منتجات مأرب إلى كل الأسواق اليمنية، فيما بعض المحاصيل بجوهرتها البطاطا يتم تصديرها إلى عدة دول بالإضافة إلى البرتقال والبصل. وتأتي مأرب في المرتبة الثانية من بين المحافظات اليمنية في الإنتاج الزراعي والأولى في إنتاج البرتقال، إذ يقدر حجم الإنتاج بنحو 130,000 طن في العام. تجمع آلاف المسلمين في إندونيسيا لأداء صلاة التراويح في مسجد الاستقلال الكبير بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد أن خففت الحكومة من قيودها مع انخفاض معدلات عدوى كورونا والوفيات. ومن يشفع شفاعة سيئة.
وإليكم التذكير بأبرز العناوين. انتهاء اليوم الثالث من المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض، والمشاركون يناقشون التحديات التي تواجه المحاور الستة. القوات المشتركة تقول إن ميليشيات الحوثي ارتكبت أكثر من 40 خرقا للهدنة الأممية في الساحل الغربي. وهلال الإمارات يواصل توزيع مئات الأطنان من المير الرمضاني على الشعب اليمني. لمتابعتنا عبر البث المباشر زورونا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالقناة الغدوائي.com، وللمزيد من الأخبار زورونا عبر منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق نبض الأخبار. إلى اللقاء.